السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لكم واهلا وسهلا بكم في دروس جديدة وفي دورة جديدة لدروس تعلم العود والغناء العربي في هذه القناة، قناة زياد هادي العراقي. معكم أستاذ زياد هادي من العراق، أستاذ آلة العود والنظريات، فأهلا بكم أخواني. مثل ما تعودنا احنا دائما بدروسنا أنه نتعلم قضية مهمة جدا، هناك قواعد أساسية بتعلم العود. قبل ما أبدي أحب أنه أعطيكم خبر بخصوص الدورات الموسيقية اللي هي ثلاثة أنواع، اللي هي شنو ثلاثة أنواع، لأن كثير من الأخوان الأعزاء يراسلوني بخصوص ما هي الدورات، شنو هي الدورات. الدورات طبعا أنا في بغداد، الدورة الأولى أونلاين مباشرة ويا فيديو، طبعا اشتراك شهري 8 محاضرات. الدورة الثانية اللي هي حضوري في مول بابلون، اللي حب يجي اشتراك شهري أيضا 8 محاضرات. الثالثة أنا أذهب إلى البيت إذا كان قريب الطالب، إذا يحب أجي لبيته أنا أجي أعطي دروس في البيت، وتكون دروس وفق مدة مو كثيرة حتى أنه يقدر يتمرن. طبعا هنا الفرق أنه 6 محاضرات بالبيت، ليش؟ لأن المحاضرة ساعتين، أما المحاضرات في مول بابلون حضوري أو في الأونلاين في هي ساعة. أهلا وسهلا بكم. أكو عدة قواعد راح نبدي بيها، كل فيديو راح نكتب عليه القاعدة الأولى القاعدة الثانية القاعدة الثالثة. القاعدة الأولى عندك في تعلم العود هو قضية مهمة جدا عندك، هي أول شيء تبدي به قبل ما تتعلم هي اختيار آلة العود. العود شلون تختاره؟ لازم يكون على قياسك، لازم تكون أنت مفصل عليك. إذا كنت طبعا في البداية حقيقة لازم تعرف نفسك أنه أما تفصل عود على جسمك، وهذا من ضمن الأسرار اللي ما يطوها عازفي العود، أو تختار عوادة تكون ما تكون عندك الطاسة تكون كبيرة الحجم. ليش؟ لأنه أكو قضية جدا مهمة، هذه تكون مع تكون مفصلة مع جسمك، يعني ضروري جدا أنه أنت يكون العود مع جسمك، خاصة الأجسام اللي تكون سمينة، هاي قضية جدا مهمة، يحتاج لكم عود أصغر حتى تقدر تسيطر عليه. هاي حقيقة احنا لازم نعرفها ونقولها. كثير من العازفين يقول لك لا ومو مهم أو ما يجيب طاريها، لا هذه قاعدة مهمة، لازم يكون أول فقرة عندك جسمك إذا كان سمين يحتاج لك عود أصغر، وحتى الجسم ضعيف يكون عود أصغر. قضية الثانية قضية العمر خلوها على جانب، لأنه الشاب من يكون شاب ويريد يتعلم فعند القوة والذهاب والإرادة في التعلم، بس بعده ما يفرزن أو ما يفرق بين الـ يعني يكون دقيق بالتمرين. الكبير أكثرية الناس تكون كبيرة بالعمر وتعلمت، يعني أنا علمت أعمار 75 63 60 سنة مستمرين وياي حاليا، ويعزفون بطلاقة وبقوة وبلياقة. ليش؟ لأنه عند الخبرة بكيفية التفريق الفرق بين التمرين الحقيقي والصحيح، وبين يعني يريد يعزف بسرعة أغنية مثل الشاب. وبالعكس أكو شباب أيضا موجودين يتعلمون وبدقة. فعندك الاختيار الأول، القاعدة الأولى هي هاي القاعدة، إنه شلون تختار أول بدايتك العود حتى تقدر إنه تمسك المسكة الحقيقية و
تكون عندك المسكة بالعود ومسيطر عليها بالعود حتى تقدر انه تشتغل. هاي القاعدة الأولى في اختيارك لآلة العود. وطبعا آلة العود تقدر تاخذ، نعطيكم لكم ايضا فائدة، هي الجوز يكون دائما مفضل بالصوت افضل من السيسم، بالرغم انه كثير من العالم تختار السيسم لجماليته ولقوته لانه قوي. لذلك الفقرة الاولى وتابعوني وتبقون وياي على هذه القناة شلون انت تبدي القواعد الاساسية في تعلم العود، واني ليش اديتها. طبعا انا ما مسوي هذه القواعد لكن كنت ماخذها في مقتطفات بعض الفيديوهات، لان كثير من الناس الاحظ عندهم هي هكذا ملاحظات. لذلك تابعوا الفقره الاولى اختيار العود ويكون الخشب سيسم، او تارك تكون 5 لا تضيف 6، دوزانك يكون شرقي لا تخلي اكثر، يعني لا دوزن دوزان فا فا دو دو، يعني ذاك الدوزان الفافا عراقي والدو دو تركي، لكن للمتمكنين ومتقدمين انت رجل متري تتقدم مع اوركسترا سيمفوني تشتغل. واضح؟ فتحياتي لكم، وهذه هي القاعدة الاولى انه تخلي في بالك اختيار العود ويكون ضمن جسمك، وتكون الجلسة مالتك يعني ملمومة الرجل السيقان، لكن حتى لو مفتوح ما تقدر سمين، يعني سمين جسمك سمين ما تقدر عادي، لكن شنو تكون عندك هذه الرجل الساق اليمين هي مرفوعة بواسطة الاستند. تحياتي لكم، واشتركوا في هذه القناة وراح تلاحظون عدة قوائم موجودة بها راح تفيدكم. شكرا لكم، ولن تنسون الاشتراك بالدورات، ورقم الواتساب موجود أسفل الفيديو. تحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.